ولهذا يعني الجميع يتفق على أن انتقال تغيير البشرية من الظلمات إلى النور، وإبطال العادات التي كانت تنخر المجتمعات، وأن العقائد التي كانت يعني أيضا تهلك الحرث والنسل، جاء النبي عليه الصلاة والسلام لتوضيح هذه الرؤية وهذه المفاهيم على أن الله عز وجل يريد للبشرية الخير، ويريد لهم السعادة، ويريد لهم الهناء في حياتهم، يعني حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا تميز النبي عليه الصلاة والسلام بكأنه أخلقت المجتمع، جاء لإخراج الناس من ظلمات النور. وهذا عمليا يعني تطبيقيا بعد ميلاده عليه الصلاة والسلام، بعد ما يعني الأحداث الكبرى التي وقعت هو الميلاد والبعثة، بعد بعثته عليه الصلاة والسلام شرع مباشرة في إزالة هذه الأشياء، أو في تعليم الناس الأخلاق، تعليم الناس الأخلاق والمعاملة الحسنة على رأس هذه حتى يعيش الناس سعداء في هذه الدنيا. نعم، والقضاء أيضا على الصفات التي كانت تسود في ذلك الوقت، التشدد، القضاء على التشدد، نعم، على الجهل. يعني أمروا لهذا في الصور الأولى التي نزلت القرآن الكريم، اقرأ، والقراءة هي عنوان لكل خير، والقراءة هي عنوان لكل سعادة، لأن الإنسان عند القارئ هو يعرف الحقائق ويعرف المبادئ ويعرف المصير تاع هذه الأعمال، يعني ما يترتب عليها. نعم. ومن ثم قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، معناته ثمنا العلم أكيد، وثمنا المعاملة، وثمنا الصدق، وثم كل هذه الأمور التي تسعد الإنسان في هذه الدنيا.